وحيد هيك حسن هذه تسير بمدينة مكناس بالضبط عين طوطو، حضور الدرك الملكي الوقاية المدنية كب بقوة، ناخذ معطيات حول الحادث السير. إجراءات الكوستا الدرك الملكي، حضور كما كتشوف أثناء الفطور، جينا لقيناهم متواجدين بعين المكان، هما رجال الدرك الملكي والوقاية المدنية. ضرب عندنا تما، ما ماشي كاع.
الموطيق ليه هذا هو تيباراج. مرحبا الرئيس. جودات رجال الدرك الملكي ما كتشوفوا كيحاول يفتش السيارة وربما يلقى شي حاجة خاصة بالمواطنين. كلهم انا راه قبل وقيلة هنا راه نص كل تقريبا ما فاطرينش كاملين الدرك ولا كاع الناس اللي حاضرين هنا. قطع الطريق الدرك الملكي لان دابا كيف باش يخرجوا هاد السيارات. السياره الاولى راه خرجت والثانيه هما تيقادوها. تفتيش دقيق للسياره من طرف رجال الدرك الملكي. 70 مشكورين بحضور السيده القائده ديال 70 حتى هي ديال الطاقم ديالها بالاعوان. الشكر موصول كل من ساهم من قريب ومن بعيد في هذا الحضور في الحادثه الاجراءات العاديه. شكرا.
Me. Me. Come on, guys.